الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الخريطة الذهنية السجعية للسور القرآنية، وهذه سورة الحج. كتبت الخريطة الذهنية ديت بسورة سجعية جميلة ما بين مواضيع القرآن الكريم، يعني كل موضوع ينتهي مثلا بسجع معين لتيسير حفظ ذلك لطلاب وحفظة القرآن الكريم. فقلت وسورة الحج حول التقوى والتوحيد والسعة، يعني جميع مواضيع السورة الكريمة بتدور حول هذا المحور، تقوى الله تبارك وتعالى وتوحيد الله جل وعلا والسعة، يعني أمر البعث بعد الموت، مقسومة إلى 12 موضوع أو 12 مقطع بفضل الله تبارك وتعالى. الأول الأمر بالتقوى وأهوال الساعة، هذا هو مطلع السورة الكريمة في قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، لا رقم واحد. والثاني المجادلة بغير علم نزلت في النضر والجماعة، وهذا هو سبب النزول كما سيأتي معنا في شرح السورة إن شاء الله تبارك وتعالى من آية رقم 3، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. والثالث الأدلة على البعث ورفع الجهالة من قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ساق الله تبارك وتعالى بعض الأدلة يعني عن بداية خلق الإنسان من نطفة علقة مضغة، دليل على قدرة تبارك وتعالى على البعث بعد الموت ورفع الجهالة عن سائر الناس. والرابع المجادلة بغير علم وعلى الله الهداية من قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله، الآية رقم 8. لما ذكر الله تبارك وتعالى في الموضوع الثاني المجادلة بغير علم نزلت في النضر والجماعة، كذلك ساق الله تبارك وتعالى الأدلة على قدرته على البعث، ثم عاد السياق الآية الكريمة مرة أخرى إلى مسألة المجادلة بغير علم. الخامس يعني الموضوع الخامس من السورة الفصل بين الأمم والجميع في عبادة من قوله تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا، آية رقم 17. والسادس الصد عن سبيل الله والمسجد والطاعة، إن الذين كفروا ويصدون، آية رقم 25. والسابع الإذن بالقتال والدفاع ورفع الرأي، يعني رأي الإسلام من قوله تعالى إن الله يدافع، آية رقم 38. والثامن الاعتبار بهلاك الأمم والنهاية، هنا بقى يعني الآيات أو سياق الآيات جاء إلى مسألة الاعتبار بهلاك الأمم المكذبين المجادلين في قوله تبارك وتعالى وإن يكذبوك، آية رقم 42. والتاسع إحكام الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح أتباع الرسالة، نسأل الله عز وجل أن نكون على يعني طريقهم من قوله تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، آية 49. والعاشر مزيد من الأدلة على البعث والقيام من آية 61، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. لما بين الله تبارك وتعالى الأدلة على قدرته على البعث في الموضوع الثالث أو المقطع الثالث من السورة الكريمة، يعني عاد سياق الآيات مرة أخرى إلى مزيد من الأدلة على البعث والقيامة بالموضوع رقم 10 أو المقطع العاشر من قوله تعالى ذلك بأن أن الله يولج الليل في النهار سبحانه وتعالى. والحادي عشر بطلان شريعة المشركين وكفار خزاعة، يعني ما كان عليه كفار خزاعة كما سيأتي معنا في شرح الآية الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى من قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا، رقم 67. والثاني عشر أو ختام السورة الكريمة أوامر الله تبارك وتعالى المؤمنين وشرف الشهادة من قوله تعالى آية 77 يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، آية رقم 77. طيب أنا عايز أبين حاجة، اوعى تفكر ان مقاطع السورة او مواضيع السورة كل موضوع منها مثلا في وادي، لا خلي بالك كل سورة بتدور حول محور معين، زي السورة دي بتدور حول محور التقوى والتوحيد والسعي، يعني امر البعث. جميع مواضيع السورة فيها من هذا الامر، اما ان يكون عن تقوى الله عز وجل او التوحيد او السعي، وفي برضو ارتباط ما بين اسم السورة نفسه، يعني السورة اسمها الحج، هناك ارتباط وثيق مع جميع مقاطع السورة بل جميع آيات السورة الكريم، وهناك كذلك مناسبة ما بين يعني اسم بداية السورة وختام السورة واسم السورة وكل مقطع من مقاطع السورة، وهناك مناسبة كذلك ما بين الموضوع الأول والموضوع الثاني والموضوع الثاني والموضوع الثالث وكذا كما سيأتي معنا في الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. ف
فبداية كده اسم السورة هي ليه اسمها سورة الحج؟ سميت بسورة الحج لذكر فريضة الحج على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام بعد بناء البيت العتيق. قوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج. أمر الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج فبلغ صوته أنحاء الأرض بفضل الله تبارك وتعالى. ما كانش في مكبرات صوت ولا غيره، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلى صوته يصل إلى جميع الناس. وأسمع النطف في الأصلاب والأجنة في الأرحام فلبوا النداء: لبيك اللهم لبيك. وإن كان نزول هذه السورة الكريمة قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق، وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، يبقى ده سبب تسمية السورة بسورة الحج. فضل سورة الحج جاء في فضلها عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رقم كذلك. طيب، سبب نزول السورة الكريمة فشأنها طبعا شأن السورة المكية التي تناولت مسألة التوحيد، وشأن السور المدنية التي تناولت شعيرة الحج وبعض التشريعات. يبقى السورة دي بتجمع ما بين المكي والمدني، يعني فيها آيات مكية وفيها آيات نزلت في المدينة المنورة، كما يبدو من دلالة الآيات الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلى الأخص آيات الإذن بالقتال. وطبعا الإذن بالقتال ده يعني كان بعد هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وآيات العقاب بالمثل، فهي مدينة مدنية قطعا، فالمسلمون لم يؤذن لهم في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة، يعني لما صار هناك عز للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، المحور السورة الكريمة. سورة الحج من السور المشتركة بين المدني والمكي. المدني قلت يعني اللي نزلت في مكة المكرمة، المدني نزلت في المدينة المنورة، والمكي قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. المدني المدينة المنورة، والمكي يعني مكة المكرمة. فموضوع الإيمان والتوحيد، الإنذار، التخويف، موضوع البعث والجزاء، مشاهد القيام، أهوال القيام، هذا هو البارز في السورة الكريمة زي ما أنا قلت كده في الخريطة السجعية. ومحور أو سورة الحج حول التقوى والتوحيد والساعة. نحفظ الخريطة دهية ونحفظها للطلاب إن شاء الله تبارك وتعالى، تجد الأمر يعني سهل وجميل، والطالب يحفظ كده بفهم إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى بتتكلم عن مشاهد يوم القيامة، عن أهوال القيامة، هذا هو البارز في السورة الكريمة، حتى لا يكاد يحسب القارئ أنها من السور المكية. هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الإذن بالقتال وأحكام الحج والهدي والأمر بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وغير ذلك من المواضيع التي من خصائص السورة المدنية. وسيتم ربط المواضيع المكية والمدنية بهذا المحور من خلال مقاطع للسورة. طيب، المناسبة بين اسم السورة ومحور السورة. احنا قلنا السورة اسمها الحج، محور السورة قلت حول التقوى والتوحيد والساعة. يبقى محور السورة الامر بالتقوى والتوحيد والحديث عن الساعة، التخويف منها وله، الاستعداد له، بالاضافة الى ذكر شعيرة الحج. فيوجد ارتباط بين المحور والتسمية، اذ الحاج، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حج بيته الحرام. الحج يستعد للحج بالنفقة الحلال والتجرد من الثياب، وهو رمز للتجرد من الدنيا، ثم التجمع الكبير في عرفة والمزدلفة ومنى وحول الكعبة بلباس واحد وهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك. الكل يعني يردد هذه الكلمات رجاء القبول من الله تبارك وتعالى والمغفرة والنجاة من زلزلة الساعة. طيب، المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة السورة. أنا قلت إن خلي بالك في مناسبة ما بين افتتاح السورة الكريمة، يعني افتتاح السورة فيها الأمر بالتقوى وللساعة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة دي شيء عظيم. ختام السورة قوله تبارك وتعالى، المحور هتلاقي رقم 12 أو الموضوع المقطع رقم 12، أوامر الله تبارك وتعالى المؤمنين وشرف الشهادة، من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. دي بداية السورة ودي ختامة السورة أو الافتتاح والخاتمة. وافتتحت السورة الكريمة بالأمر بالتقوى بالحديث عن زلزلة الساعة وأهوال يوم القيامة. ولما كان أهوال الساعة
شديدة توجب الاستعداد بالتقوى والصلاة والركوع والسجود وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد. أمر الله تبارك وتعالى في آخر السورة بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. خلي بالك علم المناسبات ده علم جميل جدا جدا لا يهمل، بيخليك تفهم وتربط ايه مواضيع السورة وبداية السورة ونهاية السورة والكلام ده. كذلك المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبله، السورة اللي قبلها اللي احنا خلصناها قبل كده في تفسير سورة ايه؟ سورة الأنبياء، جاء بعدها في الترتيب سورة الحج. يبقى ورد الحديث عن يوم القيامة في آخر سورة الأنبياء وأول سورة الحج وأول سورة الايه؟ الحج، لما ذكر الله تبارك وتعالى الإعادة وما قبله وما بعدها في ختام سورة الأنبياء، بدأ سبحانه وتعالى في هذه السورة بذكر يوم القيامة وأهوالها حثا على التقوى، ولفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن سيوجد بعد ذلك. طيب المناسبة بين مضمون السورة ومضمون السورة اللي قبلها اللي هي سورة الأنبياء، ورد الحديث في سورة الأنبياء عن الساعة في أكثر من موضع، افتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى اقترب للناس حسابه، كان واردا في معرض التهديد وتكرر يعني منها في مواضع يعني مواضع ايه من عديدة من السورة الايه الكريم، إلى ما تخلل هذه الآية من التهديد وشديد الوعيد. وبالمقارنة مع مضمون سورة الحج تجد أمثال يعني هذه الآية في الوعيد والإنذار بما في الساعة وما بعدها وما بين يديه، فقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله جل وعلا ولكن عذاب الله شديد، ثم أتبع ببسط الدلالات على البعث الأخير وإقامة البرهان. طيب المقطع الأولاني قلت في الخريطة السجعية إيه؟ الأمر بالتقوى والتوحيد والساعة. التفسير الإجمالي هيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد كده، بس إحنا بس بنذكر إيه علم الإيه المناسبات، علم المناسبات. طيب المناسبة هنا ما بين المقطع الأول ومحور السورة، لما أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى استعدادا ليوم القيامة وهو المحور الأساس في السورة، علل ذلك مراهبا لهم بقوله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهذا ما يوجب الحذر والتقوى. طيب المقطع الثاني المجادلة بغير علم، وقلت إيه نزلت في النضر والجماعة، لأن الآية نزلت في النضر بن الحارث وجماعته في قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قالوا الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، وأنكروا البعث وإحياء من صار إيه تراب، يعني نزلت في النضر وإيه وجماعته ممن كانوا على هذا الإيه الضلال. طيب المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة، نهت الآيات عن اتباع الشياطين لأنها توقع الإنسان في غفلة عن التقوى والاستعداد للآخرة، وهذا يتفق مع محور السورة الكريم. المقطع الثالث الأدلة على البعث ورفع الجهال، من قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، من الآية رقم كام؟ من الآية رقم 5-7. المناسبة بين المقطع الثالث والثاني، الثالث اللي هو الأدلة على البعث ورفع الجهالة، والثاني المجادلة بغير علم، قلت نزلت في النضر والجماعة، لما ذكر الله تبارك وتعالى في المقطع الثاني المجادلين في قدرته المنكرين للبعث والنشور، ذكر الله تبارك وتعالى في المقطع الثالث دليلين واضحين على إمكان البعث، يعني الدليل الأول في الإنسان والثاني في الإيه في النبات، والثاني في النبات. طيب الموضوع او المناسبة بين المقطع الثالث ومحور السور، محور السورة ارجع تاني المحور اللي اول سطر عندك في الخريطة السجعية، وسورة الحج حول التقوى والتوحيد والساعة. الحديث في المقطع في هذا المقطع عن أدلة وقوع الساعة في قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وهذا يتفق مع محور السورة التي أمرت بالتقوى وحذرت من أهوال الساعة. طيب المقطع الرابع قلت المجادلة بغير علم وعلى الله الهداية، من آية رقم 8-16 من قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. المناسبة بين المقطع الرابع والثالث، الرابع اللي معانا المجادلة بغير علم وعلى الله الهداية، والثالث الأدلة على البعث ورفع الجهالة، المناسبة هنا بعد ذكر الدلائل المستقرة في صلب الكون وفي نظام الوجود في المقطع
المقطع الثالث ناسب في ذكر من يجادلون في الله تبارك وتعالى بغير علم ولا دليل، ويبنون عقيدتهم على معيار النفع والضر واليأس من نصر الله عز وجل، وقد أشار إليهم في المقطع الثاني، ثم ذكر بعض الأدلة على وجود سبحانه وتعالى، ثم عاد في هذا المقطع الرابع ليصف حالهم وبيان بطلان ما كانوا عليه من اعتقاد. طيب الموضوع الذي يليه أو المناسبة أولا بين المقطع الرابع ومحور الصورة. المقطع الرابع ركز تاني، المجادلة بغير علم وعلى الله الهداية، محور الصورة حول التقوى والتوحيد والساعة. المناسبة هنا ذكر الله تبارك وتعالى من عباده من يعبدونه على حرف، يعني قلوبهم غير مطمئنة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، قلوبهم غير مطمئنة بالإيمان، يعني إن حظوا بخير ثبتوا على إيمانهم، إذا كان في خير بيثبتوا على هذا الإيمان. طيب وإن أصابهم مكروه، ربنا تبارك وتعالى ابتلاهم بشيء معين ولا حاجة، اللي بيحصل عادوا للضلال والكفر ونسوا أهوال الساعة، فلا زاد لهم يدرؤون به عن أنفسهم العذاب. ومحور الصورة ركز على زاد التقوى، فالمؤمن التقي يصبر عند البلاء ويشكر وقت الرخاء. الموضوع الخامس الفصل بين الأمم والجميع في عبادة، من الآية رقم 17 للآية رقم 24 من قوله جل وعلا إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، إلى قوله تبارك وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ده الموضوع رقم كام؟ رقم 5 الفصل بين الأمم والجميع في عبادة. المناسبة بين المقطع الخامس والرابع، الخامس اللي معنا الفصل بين الأمم والجميع في العبادة، والرابع المجادلة بغير علم وعلى الله الهداية، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أحوال المشركين والمنافقين والمؤمنين، بيّن في هذا المقطع أن الله تبارك وتعالى يقضي بينهم جميعا، هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، ليبين المحق من المبطل ومن يهديه ومن لا يهديه، وبيّن أنه ما كان لهم أن يختلفوا، لأن الكون بأكمله خاضع لسلطانه تبارك وتعالى طوعا وكرها. ولذلك أنا قلت في العنوان الفصل بين الأمم والجميع في عبادة، الكون كله خاضع لسلطان الله تبارك وتعالى طوعا أو كرها. طيب اللي بعده المناسبة بين المقطع الخامس ومحور الصور، المقطع الخامس من تاني الفصل بين الأمم والجميع في العباد، محور الصورة حول التقوى والتوحيد والساعة. المتقون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يكونون بين الخوف والرجاء والترغيب والترهيب، هو ده حال المؤمن دايما، يكون مع الله تبارك وتعالى ما بين الخوف والرجاء والترغيب والترهيب، فيحرصون على السجود لله عز وجل، وهو ما يدل على الطاعة والتقوى والخشية من الله والاستعداد للقائه والطمع في رحمته، وهذا هو محور الصورة الكريم. المقطع السادس الصد عن سبيل الله والمسجد والطاعة، من آية 25 ل 37 من قوله تعالى إن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، آية 25 لعند قوله تبارك وتعالى وبشر المحسنين، آية 37. المناسبة بين المقطع السادس والخامس، المقطع السادس الصد عن سبيل الله والمسجد والطاعة، انظر في الخريطة السجعية أمامك، والخامس الفصل بين الأمم والجميع في عباد. المناسبة بين المقطعين لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الشقاء ومن آل الشقاء، وذكر ما دار بينهم من الخصومة في ديني وعبادتي، هذان خصمان اختصموا في ربه، ناسب أن يذكر تبارك وتعالى فرقا بينهم كعدم تعظيم الكافر لشعائر الله والصد عن سبيل عن المسجد الحرام، بينما المؤمن يعظم الله تبارك وتعالى وشعائره لأنها من تقوى القلوب. طيب برضو نأتي إلى مسألة
أو المناسبة بين المقطع السادس ومحور الصورة. المقطع السادس الصد عن سبيل الله والمسجد والطاعة، محور الصورة حول التقوى والتوحيد والساعة. لما كان تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وحرماته ومقدساته والدفاع عنها من التقوى البالغة، بيّن الله سبحانه وتعالى أهمية تعظيم يعني شعائر سبحانه وتعالى، فإنها من تقوى القلوب، وهذا هو محور الصورة الكريم. المقطع السابع الإذن بالقتال والدفاع ورفع الرأي، من آية 38 ل 41، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إلى قوله جل وعلا ولله عاقبة الأمور، آية 41. المناسبة بين المقطع السابع والسادس، السابع الإذن بالقتال والدفاع ورفع الرأي، السادس الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله والمسجد والطاعة. لما بيان الله تبارك وتعالى مناسك الحج وما فيه من منافع الدنيا والآخرة، وذكر أن الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة، ناسب في هذا المقطع أن يبين أنه يدافع عن المؤمنين سبحانه وتعالى، وذكر الحكمة من مشروعية القتال، ومنها الدفاع عن المقدسات، ومنها الصد عن سبيل الله والمساجد وحماية المستضعفين وتمكين المؤمنين من عبادته جل وعلا. طيب نأتي برضو للمناسبة بين المقطع السابع ومحور الصورة. المقطع السابع إذن بالقتال والدفاع ورفع الرأي، يعني رأي الإسلام، محور الصورة حول التقوى والتوحيد والسعة. وعد الله تبارك وتعالى المؤمنين بالنصر والتمكين لهم في الأرض وتكليفهم سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك للقضاء على الشرك والدعوة للتوحيد. وهذه الأوامر هي التي يعني إيه تمكن الموحدين من التقوى والاستعداد لزلزلة الإيه لزلزلة الساعة. المقطع الثامن الاعتبار بهلاك الأمم والنهاية، الاعتبار بهلاك الأمم والنهاية، يعني كيف كانت نهاية هذه الأمم، من 42 ل 48. فقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، لعند قوله تبارك وتعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، آية 48. المناسبة بين المقطع الثامن والسابع، المقطع الثامن بيقول ايه، يلا ركز معايا اقرأ في الخريطة، الاعتبار بهلاك الامم والنهاية. طيب المقطع السابع اللي قبله الاذن بالقتال والدفاع ورفع الرأي. في المقطع السابع وعد الله تبارك وتعالى المؤمنين بالنصر والتمكين في الارض، وناسب في هذا المقطع ذكر نموذج من نصر الله عز وجل لرسله السابقين على الامم البائدة كعاد وثمود وغيره، وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ليصبروا على ما وجدوه من أذى من الكفار، فإن الله تبارك وتعالى مهلكهم كما أهلك الأمم الغابرة سبحانه جل وعلا. أما عن يعني المناسبة بين المقطع الثامن ومحور الصورة، المقطع الثامن من تاني انظر، الاعتبار بهلاك الأمم والنهاية، محور الصورة حول التقوى والتوحيد والساعة، بنكرر عشان إيه نثبت المعلومات. من لم يحافظ على التقوى ويتبع منهج الإسلام ويستعد لليوم الآخر فسيكون مصيره كمصير الأمم السابقة من الهلاك في الدنيا والآخرة، لأنه لم يمت على التوحيد. من تاني، من لم يحافظ على التقوى اللي هي محور الصورة ويتبع منهج الإسلام ويستعد لليوم الآخر فسيكون مصيره مصير الأمم السابقة عاد وثمود، إيه زي اللي حصل لهم إيه من الهلاك في الدنيا والآخرة، لأنه لم يمت على التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة على التوحيد، على شهادة لا إله إلا الله. طيب المقطع التاسع احكام الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح اتباع الرسال، من قوله جل وعلا قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين، ايه 49، لعند قوله تبارك وتعالى ان الله لعفو غفور، ايه رقم 60. المناسبة بين المقطع التاسع والثامن، المقطع التاسع اللي احنا معاه الان احكام الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح اتباع الرسالة، الثامن اللي قبله الاعتبار بهلاك الامم والنهاية. لما ذكر الله تبارك وتعالى مصير الامم الهالك، بين مصير الامم الايه الهالك التي اهلك الله سبحانه وتعالى، بين في هذا المقطع سبب هلاكهم وهو عدم اتباعهم لدعوة رسولهم، ومدح الله عز وجل المؤمنين المصدقين برسالة رسول صلى الله عليه وسلم
والمهاجرين لنصرة دين الله ورسوله، وبين ما أعد له من الجزاء وذم الكافرين وتوعدهم سبحانه وتعالى بسوء العقاب. نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. أما عن يعني إيه ما المناسبة بين المقطع التاسع ومحور الصورة، المقطع التاسع إحكام الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وفتح أتباع رسالة، محور الصورة حول التقوى والتوحيد والساعة. ما ننساش التركيز على مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم منذرا ومبشرا، ويعني عصمة الله تبارك وتعالى له من فتنة الشياطين، ثم بيان فضل المهاجرين الذين نصروا الله ورسوله، يتفق مع محور الصورة الكريم. المقطع العاشر مزيد من الأدلة على البعث والقيامة، مزيد من الأدلة على البعث والقيامة. خلي بالك احنا قلنا قبل كده أدلة في المقطع رقم 3 الأدلة على البعث ورفع الجهال. في المقطع الثالث من الصورة في قوله جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، رجع هنا تاني سياق الآيات يعني إيه برضو إيه رجعت مسألة الإيه عرض مزيد من الأدلة على البعث والقيامة في المقطع الإيه العاشر. طيب المناسبة بين المقطع العاشر والتاسع، المقطع العاشر مزيد من الأدلة على البعث والقيام، التاسع اللي قبله إحكام الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح أتباع رسالة. لما ذكر الله تبارك وتعالى ما دل على قدرته الباهر في المقاطع السابق من إلاج الليل في النهار والنهار في الليل، ونبه به على نعمه، أتبعه تبارك وتعالى هنا بأنواع أخرى من الدلائل على قدرته وحكمته، وجعلها كالمقدمة لإثبات البعث والمعاد، وختم الصورة تبارك وتعالى بدعوة المؤمنين إلى عبادته جل وعلا، فهو الواحد الأحد المستحق العبادة سبحانه جل وعلا. أما عن المناسبة بين المقطع العاشر ومحور الصورة، المقطع العاشر بيقول إيه؟ يلا قول اقرأ أمامك. المقطع العاشر مزيد من أدلة على البعث والقيامة، محور الصورة حول التقوى والتوحيد والسعة، نفس المناسبة التي ذكرت في المقطع الثالث، حيث الغرض من ذكر هذه الأدلة لإثبات أن الله تبارك وتعالى واحد ولا معبود سواه جل وعلا، فليحذر العاقل من عذابه ومن أهوال الساعة ويستعد للقائه جل وعلا. المقطع الحادي عشر بطلان شريعة ومنهاج المشركين، فقلت والحادي عشر بطلان شريعة المشركين وكفار خزاعة. طيب الكفار خزاعة، المناسبة ما بين المقطع الحادي عشر والايه والعاشر اللي هو قبله ايه؟ المقطع ال11 بطلان الشريعة المشركين كفار خزاعة، اللي قبله مزيد من الأدلة على البعث والقيام. في المقطع السابق ذكر الله تبارك وتعالى مزيدا من دلائل قدراته سبحانه، فذكر في هذا المقطع موقف الناس من تلك الدلائل بين مؤمن وكافر، فهو تأكيد للمقاطع السابقة بأن الله سبحانه وتعالى يفصل بين المكذبين والصادقين، فهو أعلم بما فيه يختلفون سبحانه جل وعلا طيب انا ليه هنا قلت يعني ايه قلت ايه بطلان شريعة المشركين وكفار خزاعة؟ ايه دخل كفار خزاعة هنا؟ طيب هذا ايها الاحبة يعني ايه سبب نزول هذه الآية الكريمة، قوله جل وعلا لكل أمة جعلنا من سكن هم إيه هم ناسكوا فلنزعلنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك على هدى مستقيم. سبب النزول يعني ذكر إيه أن قال كفار خزاعة للمسلمين يعني تأكلون من ذبائحكم التي تذبحونه ولا تأكلون من الميت التي يذبحها الله سبحانه وتعالى، فنزلت هذه الإيه هذه الآيات الكريمة. المناسبة بين المقطع الحادي عشر اللي احنا بصدد الآن بطلان شريعة المشركين وكفار خزاعة ومحور الصورة اللي هو حول التقوى والتوحيد والساعة، المناسبة ايه؟ بعد ان تكلم سبحانه جل وعلا عن الإلهيات والنبوات اتبعه بالشرائع والأحكام، تؤكد الآيات في هذا المقطع على ضرورة اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عنه، لأن طاعة غير الله لا فائدة منها، فغيره لا يستطيع أن يخلق ذباب ولا استرداد ما أخذه الذباب. الذباب ده لو خد منك حاجة أنت لا تستطيع أنك أنت تسترداد تاني، سبحان الله، وهذا من الإعجاز يعني العلم في القرآن الكريم. لذلك يجب أن يكون التوحيد الخالص لله جل وعلا.
طيب المقطع الثاني عشر أو ختام السورة الكريمة: أوامر الله تبارك وتعالى المؤمنين وشرف الشهادة. أوامر الله عز وجل للمؤمنين وشرف الشهادة، من الآية 77 لنهاية السورة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إلى قوله جل وعلا: فنعم المولى ونعم النصير، آية 78. المناسبة بين المقطع الثاني عشر والحادي عشر، الثاني عشر اللي احنا بصدد الآن أوامر الله للمؤمنين وشرف الشهادة، المقطع اللي قبله بعنوان بطلان شريعة المشركين وكفار خزاعة، ذكر الله تبارك وتعالى في المقطع السابق ضعف المدعوين من دوني، وأنهم لا يملكون شيئا ولا يخلقون شيئا، وأن الطاعة له وحده. بين لهم في هذا المقطع سبحانه وتعالى بعض التكليفات كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والاعتصام به جل وعلا، وهي التي يعني تمت الإشارة لها في المقطع الايه في المقطع السادس. طيب المناسبة بين المقطع الثاني عشر ومحور السورة، يعني ما ورد في هذا المقطع من أوامر وتكليفات: تقوى الله تبارك وتعالى حق تقاته، والصلاة والزكاة والجهاد، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، به تتحقق الوحدانية والتقوى والخشية والاستعداد للقاء الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا نحفظ إن شاء الله الخريطة السجادة، ونحفظ لطلابنا إن شاء الله من مرة ثانية كده، أقرأها مرة ثانية سريعا. وسورة الحج حول التقوى والتوحيد والسعة: الأول الأمر بالتقوى وأهوال الساعة، والثاني المجادلة بغير علم نزلت في النظر والجماعة، والثالث الأدلة على البعث ورفع الجهالة، والرابع المجادلة بغير علم وعلى الله الهداية، والخامس الفصل بين الأمم والجميع في عبادة، والسادس الصد عن سبيل الله والمسجد والطاعة، والسابع الإذن بالقتال والدفاع ورفع الراية، والثامن الاعتبار بهلاك الأمم والنهاية، والتاسع إحكام الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح أتباع الرسالة، والعاشر مزيد من الأدلة على البعث والقيامة، والحادي عشر بطلان شريعة المشركين وكفار خزاعة، والثاني عشر أوامر الله للمؤمنين وشرف الشهادة. هذا، والحمد لله على آلائه حمدا يواري الدهر في بقائه، وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم، ويرحم الله امرأ دعالي برحمة منه وحسن حالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.